شفت؟ اديك تعبت. تعبت ايه؟ ده ضغط الشغل بس مش اكتر. بقول لك ايه؟ انت كده كده هتعمل التحاليل. طيب خلاص ما دام كده كده هعملها، هعملها بعدين. يا سلام، وليه مش دلوقتي؟ جبن. عادي يعني. بقول لك ايه يا انس؟ بقول لك انا ايه؟ التحاليل كده كده هعملها، اطلع بقى من النافوخين، عندي شغل. يلا يا محسن شد حيلك. لو خلصنا بسرعه يا رجاله، الشاي والسجاير عليا. المعلم يحيى هيرش عليكم رشايه. يدوم اول دور يا معلم. بقول لك يا خميس، اول دور ايه؟ مفيش دور تاني، ما تطمعش. بيطمع عشان انت هترش عليهم تاني. فايسني انت يا عدول. ايوه صح، انا هرش عليهم النهارده رشتين عشان انا النهارده مبسوط شويه. ربنا يديم الانبساط يا معلمك. حلو الجينز؟ لا مش حلو. جينز في أول مقابلة؟ الفستان أحلى. إيه اللي أنا بعمله؟ أنا بخون أنس. أنس إيه؟ أنس ماله ومال اللي أنت بتعمليه؟ بس دي خيانة. لا دي مش خيانة. أنت بتنتقمي من عمك الحرامي في ابنه. تبقى خيانة ولا انتقام؟ وبعدين الانتقام ده حقك، لازم تعمليه. ولا عايزة عمك يضربك على قفاكي وتسكتي؟ عايزاه يشردك ويسرقك ويضيع اخواتك وتنسي؟ ده انت المفروض تقتليه، مش تحتاري كده. قومي قومي البسي احسن لبس عندك عشان ابنه يبقى زي الختم في صباعك، وبعدين تعملي اللي انت عايزاه. ايه اللي جرالك يا حلو؟ فيك حاجه اتغيرت؟ معقول الانتقام بيغير الوشوش؟ بتبقى قاسيه وعنيفه كده؟ انا لازم اكمل، مش هينفع اسيب حد. افرح واملى الدنيا اغاني، لا ولا انت هنعشق تاني. اول مره اول مره. ايش 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 ياكا والحلاوه والطعامه دي كلها؟ شفتي؟ لا ومنغني ومبسوطين. ايه ده؟ انت جبت نوع برفيوم جديد؟ لانك. تفتكر يا حبيبتي انا رايح فين كده؟ والله انا لو مش عارفاك كويس اقول ان انت رايح الجو بتاعك، بس انا بقى عارفه جوزي حبيبي بيحبني انا وبس. صح. بس ده ما يمنعش ان انا فعلا رايح اقابل الجو بتاعي. ما تهزرش، انا ما بحبش الهزار في الكلام ده. يا حبيبتي والله ما بهزر. يلا بقى عشان اتاخرت. يلا استنى بس يا يحيى، وانا بيقول لي انت رايح فين؟ والله رايح اقابل الجو. اغنيها لك؟ متاكد؟ متأكد. خلاص هاجي معاك اشوفها واعينها، لو عجبتني هتجوزها لك. يا ريت. على فكره انت دمك تقيل. على فكره انا اتاخرت ولازم امشي. يلا حبيبتي ادعي لي. ها افرح واملى الدنيا اغاني، لا لا انت هنعشق تاني. هو انا صح ولا بعمل ايه؟ مش عارفة، أنا خايفة لأكون بهبل. مجدي ملوش ملكة غير ابنه يحيى، وأنا مش هقدر أرجع. لازم أخد حقي منه مهما حصل، لازم. لا 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 أنا مش فاضيالك، أنا مش هاجيلك هنا تاني، أنا همشي. استني بس يا خالتي، رايحة فين؟ قولي لي والنبي أعمل إيه؟ تعملي إيه في إيه؟
ما قلتلك كل رجاله كده، انت اللي فاهمه غلط. غلط ايه وصح ايه؟ انا واقعه في بير غويط. بير؟ بقولك ايه، ما تيجي نلعب كوتشينا دور كده، احنا بقالنا كتير ما لعبناش. انا خايفه على يحيى قوي. خايفه عليه من ايه؟ بقى بيشرب كتير. وايه يعني؟ ما كل الرجاله بتشرب، اللي بيشرب حشيش واللي بيشرب بانجو واللي بيشرب خمره، عادي يعني. وانا مالي ومال كل الرجاله؟ انا بكلمك عن جوزي. وبعدين الموضوع ما بقاش موضوع برشام بيشربه وخلاص، يحيى بقى بينسى كتير قوي. انا بقيت خايفه عليه، انا مرعوبه اصحى في يوم الاقيهوش جنبي. بقولك ايه، تلعبي على فلوس ولا جلده وبخيله زي مجدي جوزي؟ انا مش عايزه العب. لا بقولك ايه، انت صحيح بنت اختي، بس الكوتشينه تتفتح وما تلعبيش ده فال وحش. طب والنبي ديليني يا خالتي، قوليلي اعمل ايه والنبي؟ طب ما تتكلمي معاه، الكلام بيدوب المشاكل. اتكلمت كتير قوي ومفيش اي فايده، ما بقاش اصلا حتى بيسمعني. جرجري لهشك قبل ما واحده تانية تيجي وتلهفه منك. هو ده اللي خانقني قوي. يحيى عمر ما كان كده، كان لما بيبقى فيه اي مشكله بيدخل جوه حضني ويشكيلي. هو طول عمره كده براوي ومالوش ماسكه. اصل يحيى ده مش مجرد عريس انا اتجوزته وخلاص، ولا واحد حبيته. يحيى ده كل حاجه في حياتي، ده هو عيلتي وصحابي واخواتي، هو اللي علمني ازاي البس وازاي اكل وازاي اضحك. يحيى هو كل حاجه في حياتي يا خالتي. لا 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 لا، انا مش ناقصاكي، انا اللي فيا مكفيني، كفايه عليا قوي قوي اللي انا شايلاه. بس اعملي حسابك، انت لو ما حبلتيش منه ما ترجعيش بقى تعيطي لما يضيع وما تعرفيش ترجعيه. سلام. مساء الخير. اهلا، ازيك؟ الحمد لله. اتفضلي. كل ده تاخير؟ انا هنا بقالي ساعه. انا جاي في ميعادي، محدش قالك تيجي بدري. انا كده لما بيبقى عندي حاجه مهمه قوي بحب اجي لها بدري. هنبتدي الاسطوانات، وطبعا هتفهمني ان انت ما نمتش من ساعه ما شفتني. بصي، هو انا ما بنامش اصلا، لا من قبل ما اعرفك ولا من بعد ما عرفتك. المهم احكي لي. احكي لك ايه؟ اي حاجه يعني. قولي لي مثلا، ليه طلبتي انك انت تقابليني؟ نفس اللي خلاك تقابلني بالظبط. يعني انا مثلا كنت مهتم ان انا اقابلك لاني مؤمن تماما ان مفيش حاجه بتحصل في الدنيا دي من غير سبب. يعني انت مثلا دونا عن الناس كلها جيتي وخبطتي عربيتي، وانا على غير العاده نزلت ما اتعصبتش عليكي خالص، وده شيء مش طبيعي، بل بالعكس اهتميت بيكي، خفت عليكي لما كنت دايخه، وانت اهتميتي انك تكلميني وانا اهتميت ان ارد عليكي. اكيد كل الحاجات دي مش صدف، ده ترتيب الهي علشان نتعرف على بعض. اوعي بقى تقولي لي ان دي نفس اسبابك. لا طبعا، بس انا عندي فضول. فضول؟ طب وايه؟ راح؟ مش عارفة، أنا أصلي لسه ما أعرفكش خالص. طب ما تحكيلي أنت ونبتدي مثلا. ما عندك أخوات؟ لا للأسف. وأنتي؟ ما عنديش. شفتي؟ أهي دي أول حاجة مشتركة ما بيني وما بينك. واضح إن هيبقى في حاجات كتير قوي مشتركة ما بيننا. طب ومال؟ أدينا قاعدين مع بعض لآخر اليوم. لا، واحدة واحدة عليا، مش كده يعني. مثلا المرة دي يبقى في موضوع مشترك ما بيننا، المرة الجاية يبقى في موضوعين وكده يعني. المواضيع ما بتتاخدش قفش، الدنيا مش هتطير. اهي دي أول حاجة مش مشتركة ما بيني وما بينك. أنا بحب كل حاجة تحصل بسرعة، يعني بحب الحاجة تتم في وقتها ما تتأجلش. واضح بقى إن أنتي بالك طويل قوي. قوي قوي قوي، فوق ما تتخيل. أنا أصلي بحب أعمل الحاجة بمزاج عشان تتعمل صح، ولا ايه؟
معلش هنتعبك شويه وبعد كده خلاص. خلاص يا دكتور، ده احنا لسه بنبتدي. انا خلاص خدت العينه، ان شاء الله كلنا بندعي لك يا دكتور انس، هتقوم باذن الله. ميرسي يا دكتور. استاذنكم. اتفضل. خلاص مفيش تحليلات ولا أدوية ولا مستشفيات، في فسح وحب وخروج لأي مكان تشاور عليه. لا مؤاخذة، يوه يا خراشي انت بتعيطي يا دكتورة؟ أصل الفيلم ده يقطعوا الفيلم نطفيه. لا 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 خليه، أنا بحب أتفرج عليه. ما هو برضك ما بيحلش مشاكل، ما الجماعة متبهدلين وهم تعمل. أنا اتجوزت سامح كده، كنا مع بعض في الجامعة وهو كان عواد شاطر بس أهله فقراء، كان مجنون عزف على العود بيطير معاه كده في السما طير، ولا بقى داري بفلوس ولا بجواز. اتجوزت وقعدنا هنا في شقة أهلي، كان بيختفي بالأسبوع يروح يقعد عند أصحابه وبعدين يرجع لي تاني. كنت ببوس إيديه عشان يفضل قاعد معايا وهو ولا هو هنا. كان غاوي يمشي في شوارع وسط البلد لوش الفجر، يحب قوي يمشي والعود في إيديه. مرة كان وحشني، قمت الساعة 2 صباحا لبست هدوم ونزلت أدور عليه في شوارع وسط البلد. لقيته فين بقى في الآخر؟ قاعد في ميدان باب اللوم يعزف عود لبتاع الجرايد وآخر انسجام. والنبي ده كان راجل عسل، هو مات ازاي؟ خبطته عربية وهو بيعدي الشارع والعود في ايديه كان معتاد. تصدقي بقى ان انا كان نفسي اشوفه. السنة اللي مات فيها انا جيت عندكم الدار واخترتك. ايوه يا دكتورة، بس انت لازم بقى يفكك من ذكرياتك دي. يعني ايه؟ يعني مش كل واحد بقى هتجيله نصيبة يفضل يلطم ويعيط ويصوت جنبها. عيشي حياتك. انت بتتكلمي ازاي؟ تعرفي ايه انت عن المصايب؟ انت كلك قد ايه يا بنت؟ يا دكتورة النصايب دي موجودة في الشارع، مش في الشقق بتاعتكم الحلوة دي اللي موجودة في الزمالك. الشارع ده أكبر من أيوتها جامعة في الدنيا. في الشارع تتعلمي الموت والحياة والجوع والجري والبرد. تعرفي بقى ان انا مره في عيال جروا ورايا عشان يمسكوني، فضلت اجري منهم يجي 5 كيلو وزياده، بس ما حدش فيهم عرف يحصلني. طب وانا انا بحبك. وانا بحبك قوي يا كيتي، بس الصراحه بقى انا مش هقدر اكمل معاكي. ليه تاني؟ انا عايزاكي تعيشي حياتك وتفكي زي ما قلت لك، عايزاكي تبقي في بيتك براحتك. لازم تتجوزي وتشوفي ابن الحلال اللي ينسيكي همومك الوحشه دي. كفايه كده يا كيتي، انا داخله انام، من فضلك تبي تطفي التلفزيون والنور. يلا تصبح على خير. هي زعلت ولا ايه؟
يحيى يحيى، أنا بقيت بزهق أوي من قعدة لوحدي كتير في البيت. يعني مش كان زماننا دلوقتي فرحانين بابننا تاني؟ هتتكلمي في الموضوع ده تاني؟ أنا هفضل طول عمري عاتبك على ابني اللي أنت ضيعته مني. وأنا هفضل طول الوقت بهرب من عتابك ده. بس ما أنا زهقت. أنت ما بتزهقيش؟ أنت مش حاسة إن إحنا بقينا بعاد عن بعض قوي؟ بقينا بنهرب من بعض؟ بعد ما كنا ما بنسيبش بعض لحظة واحدة؟ مش حاسة إن إحنا بقينا بنتخانق طول الوقت؟ ليل ونهار ونهار وليل طول الوقت في الشارع وفي البيت وفي الشغل وعلى التليفون. ايه؟ انا تعبت اتخنقت. نسمة لو انا بره بفكر مليون الف مرة عشان اروح، لان كرهت وقفة المتذنب اللي مستني العتاب اليومي بتاع كل يوم. في ايه يا نسمة؟ في ايه؟ يا يحيى خلاص ما بقيتش طايق تسمع كلامي. بعد ما كنت دايما تقول لي الكلام يا نسمة، كلمة انا بحب اسمع كلامك. انا بحبك قوي والله العظيم بحبك. اسال قطك اللي بردت من كتر ما بتستناك. أنا بقيت بدور عليك في هدومك اللي في الدولاب. من بعد ما كنت بشوفك كل يوم بقيت كل ما بتوحشت اتفرج على صور. أنا اللي اعتبي ذاته ولا أنت اللي بقيت مش أنت يا أحيا؟ أنا على حطة إيدك. أنت اللي علمتني كل حاجة في الدنيا. علمتني أتكلم. أنت اللي علمتني إن الحب هو اسمه يحيى. عايزني دلوقتي اعيش من غيرك ازاي يا يحيى؟ اعمل ايه غير اني اشتكي منك ليك يا يحيى؟ يا ولا وحش قوي لدرجتي؟ تعبك قوي كده؟ على فكره انت حاجه ما تبصيش في وشي تاني عشان انا ما استاهلش دموعك الغاليه دي. صدقيني انت خساره فيا. لا يا حبيبي لا. انت هتفضل طول عمرك حبيبي اللي انا بحبه. صدقيني انا مش عارف انا بيجرى لي ايه. مش عارف انا ليه كده. هو حاجات كتير قوي ملخبطاني خانقاني، بس اللي انا متاكد منه اني والله العظيم ما قصدي بحبك قوي كده. حقك عليا حقك عليا حقك يا نسمة حقك عليا. معلش استحمليني انا تعبان تعبان قوي. مساء النور. تعشيت ولا اقوم احضر لك العشاء؟ لا انت هتقومي دلوقتي حالا عشان تلبسي عشان نازلين. نازلين؟ نازلين رايحين فين؟ نروح في اي حته، نروح سينما، نتعشى، اي حاجه. انا مستغرباك،
عايز تنزل وانت لسه راجع من بره؟ عندي طاقة ومش عايز اضيع الوقت في النوم. النوم بيسرق العمر. يلا 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 قومي. طيب هلبس حبيبة بسرعة. أماني أنا عطشانة قوي. أنت كمان مش عطشانة؟ أنت أكيد كمان عطشانة. أنت أصلك مش بتتكلمي. أماني أماني بصي الراجل ده عنده مية حاططها في الأزايز. تعالي 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 يلا اقفي هنا. اوعى تروحي حتة عشان اوعى خليكي. ادي مية ودي مية. خدي يا حبيبتي افتحيها لك. يلا انا كمان. المية دي طعمها غريب قوي. انت كمان المية بتاعتك طعمها غريب. طب انا ممكن تدوقيني لو سمحتي؟ طعمها غريب. خدي يا عم كده دوق المية دي. مالها زي الفل ايه؟ لا طعمها غريب. يمكن عشان من البير بس سعادتك. من البير يعني ايه؟ وانتوا خلاص ما بقيناش نشرب من النيل؟ عشان هو ساكن بعيد عن النيل صح؟ ايه يا ست انت؟ وانتوا الاتنين شاربين حاجة ولا ايه؟ شاربين مية. مية ولا حاجة تانية؟ انت مالك انت نشرب حاجة تانية ولا ايه كده؟ مالكش دعوة. خلاص هاتي التوقيع حق الأزاز اللي فتحتوها. انت مجنون؟ مجنون؟ مجنون عايز ياخد فلوس المية. انتوا مجانين ولا حرامية؟ لا طبعا احنا مش مجانين. احنا حرامية. يبقى احبسكوا. ايوه احبسنا من فضلك احبسنا عشان انا بردانة وصاحبتي عايزة تنام. بقول لك ايه انت وهي؟ هو انتوا مش من هنا؟ لا. يبقى انتوا من هناك. صح احنا من هناك. طب امشي يا اختي انت وهي. ايه ده؟ وجارنا اللي اضربك بالكل. امشي يا مجنونة انت وهي. الفراخ دي حلوة أوي يا إنصاف. عشان بلدي. الواحد نسي البلدي وأكل البلدي. يا أخويا البلدي قدامك. أنت اللي بتحب ترمرم. الشغل عايز كده. والشغل ماله مال الرمرمة. يعني أسيب شغلي في نصه كده وأستأذن وأقول لهم أنا مروح البيت عشان مراتي تأكلني بلدي؟ مش أحسن لما تيجي في نص الشغل وتزور من أكل عفشة؟ عفشه؟ تحسني ما لفظك ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ انت رايق وانا مصدعه. اتمشي زي امك الله يرحمها. امي الله يرحم ايام نشو امي مش احسن من ايام برشام ابنك اللي بيسفه ليل ونهار؟ والله انا خايف اموت اوفر دوز. هو الموت كمان فينا نقوره؟ الموت موت ما فيهوش انجليزي. اوفر دوز يعني جرعه زياده جاله بعد الشر. هو صحيح مش ابني وابن اكتر واحده بكرهها في حياتي ابن اماني المجنونه بس برضه يا اخي عشره والعشره ما تهونش غير على اولاد الحرام. العشره برضه ولا بنت اختك اللي خوفتك على مستقبلها؟ وخاف على مستقبلها ليه بقى؟ ابنك اللي ما بيخلفش. على فكرة أنا سمعت في التلفزيون اللي بيسف النوع ده من البرشام ما بيخلفش. يا نهار اسود كل ده كده؟ أنا عندي يموت ولا إنه ما يخلفش؟ صحيح أنا ما عرفتش أحبه ولا عرفت أخليه يحبني لكن أنا عايز حفيد أربيه على إيدي على الأقل لا حد يحبني في دنيتي دي. هاي حبيبي اخترتي؟ بصي في شوربة عدس وفي لحمة وفي فراخ ودي سالاد. شوف بقى انت عايزة ايه. افهم بقى ايه حكايتك. حكايتي ايه؟ مرة الغردقة ومرة عشا رومانسي تكونش ابتديت تحبيني. الحكاية كلها ان انا حسيت ان احنا حياتنا لازم تبقى عاملة كده.
يعني استفدت انا ايه بقى لما ضيعت نص عمري في الشغل؟ بصي من هنا ورايح لازم نقعد مع بعض اكتر وقت ممكن. انا موافقه جدا، بس برضه لازم تشتغل يا الا هنموت من الجوع، خصوصا ان انت طلبت مني ان انا ما اعملش اي حاجه في موضوع عمي. يوه على موضوع عمك بقى، ممكن تنسي الموضوع ده دلوقتي عشان ما تقفل لناش اليوم. والله اللي كنت بهزر يا انس. يلا بقى اطلب لنا الاكل عشان بطني بتصوصو. ماشي. انا كمان. انت كمان ايه؟ صوصوي. قولي لي تاكلي لحم ولا فراخ؟ اهم حاجه لما يكون اللحن في مقام وينقل لمقام تاني ان ده يكون مش محسوس. يا جماعه عظمه ام كلثوم ما كانش بس في جمال صوتها وقوته، عظمتها في انها كانت بتنقل من مقام لمقام بسلاسه وشكل مش محسوس. ومش بس ام كلثوم، الامثله كتير. مثلا فايزه احمد. طيب خلينا نسمع جزء من اغنيه بتسال لي عليا. الاغنيه دي من مقام عجم وبتنقل لمقام جهاركة سلطاني. جاهزين نسمع جزء؟ اتفضلوا. مفيش فايده فيك يا كيتي، على طول متاخره برضو كده. والله العظيم الدنيا زحمه جدا وفوق بعضها. طب يلا بينا. ايه الحلاوه دي يا دكتور؟ بس يا بنت بلاش شقاوه. دكتورة نعمة. يوسف، كنت خايف اجي الكليه ما الاقيكيش. انت رجعت امتى؟ المهم اني رجعت. زهقت من اوروبا ولا ايه؟ خلاص بقى نفسي استريح. بتتعبوا بره وعايزين ترجعوا ترتاحوا هنا. وحشتيني، وحشني المناقشه معاكي. خلاص شوف امتى هتيجي ونبقى نتناقش. لا هتزهقوا مني عشان انا رجعت خلاص. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. انا كيتي. ازيك يا باشا؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. طيب هشوفك قريب. اوكي. على اذنك. اتفضل. مين ده يا دكتور؟ طول عمره طاير، وكل مرة يسافر ويقول هرجع، وأول ما يرجع يوحشه الطيران تاني. من ناحية دي بقى اطمني، أنا هقصلك ريش وخليه ما يعرفش يطير تاني أبدا، سيبي لي أنا الموضوع ده. كيتي أوعي تفهمي غلط، إحنا صحاب بس. لا الصراحة باين أوي إن أنتوا صحاب بس يا دكتورة. بلاش أوي يا بنت، يلا. أنس. استنى يا أنس، بلاش تخش أوضة العمليات. ليه؟ المدير عرف موضوعك، حاول تستريح شوية. آه. طب أنا اللي هعمل العملية مش حد تاني، ولو مش عايزاني خليهم يبلغوني عشان أروح أشوف مستشفى تانية. بعد إذنك عشان عندي شغل. بتشربي مخدرات؟
ايوه يا دكتور، بس ما تقولش لبابا والنبي. لا ما تخافيش، اسرار المريض بتبقى مع الدكتور بتاعه بس. انا لو مت اقول لبابا اني بحبه قوي واني زعلانه علشان هو هيتعذب بسببي. لا ما تخافيش، هتبقي زي الفل ان شاء الله. طيب انت بتشربي ايه؟ انا بشرب كل حاجه يا دكتور، كل الانواع، كل حاجه ممكن تتخيلها. طيب وفين باباكي بقى من ده كله؟ اصل بابا بيشتغل 3 شغلانات علشان وعشان اخواتي. دكتور انس ورانا عمليات تانية. حاضر، انا اسف. طيب انا هزود جرعه المخدر شويه عشان تستجيب. دكتور انت كويس؟ تمام.